معاناة كتير، يعني مية مالحة يعني للغسيل وللتشطيف ومنها للتحميم، لأنه المية البلدية مش موفرة في المنطقة دي. من مرة جربت في الاحتلال ولا شجرة ظلت، ولا بير مية ولا حيوان ولا دابة ولا إشي ظل. أنا المواطنة أم مازن، نازحة من معسكر جباليا. جينا هنا على الوسطى ما لقيناش مكان نقعد فيه، فاضطرينا نقعد على شاطئ البحر. معاناة كتير، يعني مية مالحة يعني للغسيل وللتشطيف ومنها للتحميم، لأنه المية البلدية مش موفرة في المنطقة دي. من مرة من السقعة كمان يعني كتير أكلت أولاد، يعني بالليل يعني قسم بالله إحرامات الأربعينية متغطى فيه في عز الشوط، لأنه إحنا على الشط وبرد وهواء. الحمد لله إنه لقينا خيمة ونقعد فيها ونسطر فيها، يعني أحسن من دار الواحد يعني مشحطط هنا وهنا. نزحت في الحرب من شارك مخيم المغازي، لا دار وثلاثة تلوم زيتون راحن، بير مية بس قاع عليه الشجر راح، وجيراني زيي كل كروم الزيتون اللي شرق المخيم من المغازي شرق البريج ولا شجرة، صارت جبال. جرفت الاحتلال ولا شجرة ظلت، ولا بير مية ولا حيوان ولا دابة ولا إشي ظل. أنا نصبت خيمتي على البحر لأنه ما في إلا مكان شرب، من ضرب قذائف من إطلاق نار اضطريت إن أنا آخذ أولادي وأشرب أدور مكان أنا ألجأ فيه.